وشو كمان؟ شو القصة يا باني؟ لا تكوني اتضايقتي. كان لازم أعرف إنك وحدة مو قليلة يا باني، بس والله طلعتي حية ومو قليلة أبداً. صارحيني باني، حكيلي، خبريني كيف ساويتيها؟ أنا وإنتي بنعرف إنه أخي جاي ما بيحبك ولا بيطيق شوفتك. شو عملتي باني؟ شو عملتي له؟ إنتي شربتي شي لحتى دوختي؟ ولا كان سكران؟ وهلأ شو بدك تعملي إنتي مانك وحدة لطيفة وبريئة مثل ما بين عليكي بالمرة. إنتي وحدة كتير ملعونة، وأصلاً إنتي أخبث وحدة بين إخواتك الثلاثة. الزواج من أخي جاي كان قرار رائع كتير، ومشان هيك وافقتي وما ترددتي. فرصة ما بتتفوت، ما هيك؟ بس عرفتي إنه أخي ما رح يوقع بالفخ اللي نصبتي له يا بأي طريقة. إنتي خدعتي، فكرتي إذا بتخليه يشرب لحتى يسكر رح تاخدي منه اللي بدك يا. شو هالفكرة الذكية؟ معقول طلعتي ذكية كل هالقد يا ست باني؟ لأنك كنتي بتعرفي منيح إنه أخي جاي ما بيحبك إلك وبيحبها لأختك بيا. جازة بكفي بقى، جاي دورك بيا. بدي أحكي معك بشغلة كمان. مو أنتي اللي هربتي مع حبيبك وتركتي لأخي وقت مراسم الزواج؟ ليش إجيتي على الشركة؟ شو صار يا بيا؟ ما تكون فقرتي لهيك رجعتي مثل الأول لتلمي فضلاتنا. لسه ما خلصت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.